نعلن انطلاق الدورة 34 لمهرجان جفصة الدولي. شكرا. كما عودني يستقبلني بالأحضان، وأنا لأجل عيونه ولأجل الشوق اللي يستقبلني به، واللي كان صداء للشوق اللي جاي به أنا أيضا. لذلك أنا افتتحت السهرة بمتشوقة، لأنها كنت نرى فيها حاملة لي مساج، لي رسالة أنا كنت نحب نوصلها. والله ما تدوم إلا العشرة، يعود الغزال للعين مهما يجرى، ما يطول غيابه وما ينسى حبابه، وعدني في جوابه زمان الهجر يصف النيل، والله مغروم بالغزال.